الله أكبر الله أكبر. كل عام وانتم بألف خير. في فيديو اليوم راح افرجيكم روتيننا بشهر رمضان الكريم. بما انه اليوم اول يوم من رمضان وصدف نهار عطلة، حبينا اليوم افرجيكم كيف قضينا اول نهار رمضان. وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا انتم جداد على قناتنا، وكمان اكتبوا لنا بالكومنتس شلون قضيتوا اول يوم رمضان وايش الفطور اللي عملتوه، واكتبوا لنا اذا عندكم افكار لرمضان بتحبوا تشوفوها، ونحبكم كثير ويلا نبلش. صباح الخير، صباح الورد، كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم على الجميع، وينعاد على الجميع باليمن والبركات. مثل ما بتعرفوا اليوم أول يوم رمضان، ورح أحكي لكم كيف قضينا أول يوم رمضان. فقنا وأصبحنا الحمد لله رب العالمين، الطقس كتير حلو مشمس، طلعت على البرندة وتفرجت على النهر، شوفوا شلون داب التلج وبلش الخضار يطلع هيك مظاهر الربيع. واخيرا عنا بكندا بلشت تبين بعد شتاء طويل، وهلا هيك دخلت شقيت على زرعاتي هدول الجداد الصغار مثل ما لكم شايفين، رح بستناهم ليكبروا حتى ازرعهم. وكمان طموح وحموده اليوم لانه سبت وفي مباراه لليفربول قاعدين عم تفرجوا عليها، فاكيد ماشي ما بصير بلاه. وبعد ما خلصوا قمت انا هيك على ترتيب البيت وكنست ولملمت، هذا كمان روتين يومي لازم نعمله كل يوم هيك ترتيب والتنظيف، ست البيت لازم تعمله. بعدها دخلت على المطبخ بدي احضر الشغلات اللي بدها تجهيز للافطار، مثل التمر الهندي والعرق سوس مثل ما لكم شايفين هون، بخمره هيك ببخه بالمي بحطه بالشمس شوي بعدين بننقعه بالمي حتى يحل لوقت المغرب. وبعدها بدي احضر لهم لقمه القاضي او العوامات، سهله كثير وبسيطه بس بدها تحضير، يعني لانه بدها قلي نص قلي وبعدين نحطها ونرجع نقليها مره ثانيه، فهيك بحضرها. هلا انا ما رح احكي كثير على المكونات، الكل بيعرفها، وانا حطيت المكونات بصندوق الوصف اللي بحب ياخذ الوصفه. صباح الخير ديدي. صباح النور، كل عام وانتي بخير، رمضان كريم. يا رب افندي فاميلي ينعاد عليكم، وان شاء الله يكون شهر كثير هيك حلو. يعني شلون هالسنة حظكم حلو أول يوم رمضان عطل اليوم سبت؟ بلشت يوم السبت رمضان عنا، فكتير هيك مروقين ومبسوطين وهيك فايقين على راحتنا عم ندرس، لأنه بأيام الأسبوع يعني مضغوطين دراسة وعرفتي، فاليوم الدنيا لسه رواق ومش حار. بدي معكم شهر رمضان هيك منهار حلو مشمس وعطلة كمان. يوم كتير حلو. الله يوفقكم يا رب. صباح الخير سروات. صباح النور. كل عام وانت بخير، رمضان كريم. رمضان كريم عليكي وعلى الكل ان شاء الله، وخيرك ان شاء الله يكون شهر طاعة ومغفرة للكل يا رب. امين يا رب العالمين. شلون اليوم اول يوم رمضان؟ والله منيح، اهم شيء انه الطقس حلو ومشمس اليوم الحمد لله رب العالمين، طلعت الشمس. الشمس يلا الحمد لله. والدراسة شلون امورك؟ ماشي الحمد لله. لسه هلا اول يوم اللي ما في تعب؟ لا لسه بكير اساسا، لسه الساعة 11 يعني لسه ما بلشنا نتعب. يلا الله يوفقكم يا رب. وهي كمان حمودة مثل ما لكم شايفين متشطح كان على السداجة عم بيقرا القصة، فجيت طليت عليه وبعدين دخلت على المطبخ. انا محضره طبعا ليفه يبرق او ورق عنب من قبل بنهار. هلا هي الطبخه الصغيره الطنجره الصغيره هي لطموح وديدي لانه ما بياكلوا لحمه، فهذا بلا لحمه فالكميه قليله مثل ما لكم شايفين. انا بحشي رز وسمنه وبهار وملح بس، وطبعا في بنجان وقرعه ميبس بحبوه كثير معهم، والثوم ما بصير بلاه، فما تعيبوا على تقولي علي طبختي هيك صغيره. انا بعمل طنجرتين، وحده بلحمه وحده بلا لحمه، كمان حطيت على وشه شوكي، بحب يحط شوكي كثير كمان بيطلع طيب. وهي هلا طموح دخل يساعدني ويقلي العوامات لانه شافني ملبوكه اول يوم رمضان، الله يعطيه العافيه. عملنا جزء منه بجوز، وعمل كمان جزء منه بتين، هيك تين ميبس قطعه وحطه مع العجينه بيطلع كثير طيب، هو اكله كان بحبه هو صغير اسمه تين بعجين اذا بتعرفوها، ما بعرف فبيطلع كثير طيب. هلا هيك بنقليه نص قليه وبنتركه، رجع بنقليه مره ثانيه. وبعد الظهر صارت هو مثل ما لكم شايفين واحدة ونص، لازمنا شغلات، وأهم الشيء لازمني لحمة بدي أحطها تحت اليبرق. نزلنا نجيب هيك شغلات لازمنا وخضرة ونتسوق هيك كم شغلة. وهلأ شفت هي زرعة جديدة أضيفها للزرعات، هي بطاطا، وهذا الشايفين هذا الشقف الكبير مشان هدول الشتلات شفتوهم بدي أحطوه على البرندة. وهي أهم الشيء اللحمة كمان أخذناها، وأخذنا بيض وحليب وهيك كم شغلة.
وبعدها رحنا على محل الخضرة والفواكه، بس كان كتير كتير زحمة، فأخذنا هيك كم غراض كمان من الشغلات اللازمة للسلطة والفتوش برمضان ما بصير بلاهم، ومن الزحمة طبعا بشلف لي الغراض لأنه ما بقدر بمشي بين العالم قد ما هو زحمة. ما شاء الله شوفوا الخضرة كتير، وأول يوم رمضان واستضافات لي كمان. وبعدها جيت رقد على البيت ملحوقة، صارت الساعة 3:30 ويا رب اليبرق يلحق ينطبخ، مثل ما بتعرفوا بده وقت. بلشت أطبق اليبرق، حطيت طبقة يبرق وبعدين شرحات، ورجعت حطيت يبرق ورجعت بدي أحط كمان شرحات، وعاملة بانجان ميبس وقرع كمان، وهيك مستعجلة ما عم بعرف يا ربي يلحق اليبرق. أنا بحب أطبخ اليبرق هيك على نار هادية، بطلع غير شي منهنه يعني، وبطلع كتير أطيب. هي حطيت القرعيات كمان والبانجانات، ثوم ما بصير بلا كمان، حطيت الثوم. وما قد ما عباس اشتغل بسرعة أنا كنت لازم أحط القرع من تحت، نسيته حطيته بالنص، ورجعت حطيت كمان لحمة شرحات، ورجعت حطيت يبرق، وهيك خلصت اليبرق وبلشت كنت نقع التمر هندي مثل ما لكم شايفين. بلشت أصفي التمر هندي وبدي أحليه مشان أحطه بالبراد يبرد ونشربه على الإفطار. بعد ما بنحليه بالسكر نحط له كمان ما زهر أو ما ورد، يعني هذه حسب الرغبة كل واحد كيف بحب يعني. هيك بصفيه بنصفين نعمة كتير، وطبعا كميته كبيرة ما كلها لفرد يوم، بحطه بالفريزر كل يوم بطالع قنينة بنشرب منها، بطلع كتير كتير طيب بالبيت. هون في بالسوق هيك قنينة جاهزة بس ما كتير بنحبها، فبفضل انه احضره في البيت. هلا شوفوا الكل اجت، العيله كلها اجتمعت بالمطبخ، وهون صار اللقم جاهز، وبابا عم يفرم لنا السلطه هون. انا مسؤول الفتوش. انت فتوش اليوم، انت مسؤول عنه كمان. ثروت صار مساعدنا، المعروك ثروت يعني روح قلبه المعروك، وهيك اشتغل المطبخ صح؟ طبعا. فهلا بيعملنا، وهون ماما ما بعرف ايش هذا. ماما هذا اوه بس هيك كثير كثير عايز بحدا ما عندنا خبر. هذا مو ليوم واحد، هذا القطر تبع اللقم اللي رح نحطه، يعني كثير اجواء حلوه، كل العيله عم تشتغل، وسرت ما عم بيعرف هيك شلون يركب. هي هيك هي هي لا هي لا هي اول وحده. هون كمان بابا حضر لنا السوس الصبح حتى نشربه لانه بياخذ وقت يعني. وهلا هي عم بحضر لهم عجينة المعروف مثل ما لكم شايفين. بهالوقت كان صرنا بين العصر والمغرب، يعني حمودة بده يقوم يعمل رياضة، والحمد لله رب العالمين قمنا صلينا العصر وقرينا شوية قرآن. وهي هلا عجينة المعروف صارت جاهزة، وبابا أخذ يعني هلا صار دورك أنت تشتغل معروف على سوريا. فرجينا هاي ليتشي رح يحط ليتشي مثل هيك سك، يعني مثل كراميل تقريبا بنقدر نقول طعمته، بس اطيب من الكراميل بشوي. على فكره ما ضل كثير وقت، ضل تقريبا ساعة بس، وهلا كله بلش يتحضر. يامي هلا اخترعنا نوع معروك جديد باللتشي والطحينة، فما بعرف يعني الطعم شلون رح تطلع. انت بتوقع تطلع طيبة؟ وإذا طلع طيب رح لازم يطلع مرأة اختراعي. ايوه لازم يطلع ترند، العالم كلها تجربه. وهلا صار وقت الافطار، ديدي بلشت تساعدني، هي صبية البيت عم تحط السفرة وبترتبها، الله يعطيها العافية. هون هلا برمضان كلياتنا بنتساعد، كل واحد بيشتغل شغلة، مثل ما بتعرفوا وقت الافطار يعني بصير حرج، يعني كل شيء بده يكون جاهز على الوقت، فكلياتنا بنتساعد ليكون كل شيء جاهز على الافطار. ولمة رمضان والله ما في احلى منها، وعجقته يا ريت الايام كلها رمضان هيك، ما في احلى من الشهر هذا المبارك. هون بلشنا نحط الأكل وصار كل شيء جاهز، لحقنا وأخيرا بعد هالرقدة صار اليبرق جاهز وصار الأكلات كلها جاهزة. وعلى سادة المقيمين خارجها مراعاة الحرم بالتوقيت، يرفع الأذان المرحوم بإذن الله تعالى الحاج يوسف سعيد فواز. شوفوا هالأكلات صارت جاهزة وبتشهي، سمبوسك لحمة وجبنة ويبرق طموح هذا الصغير، هاي صينة اليبرق تبعيتنا، واشتهينا الكل معنا، وتفتوش الشوربة هاي حمودة عم تسكر الشوربة. شوفوا هلأ هاي بعد ما فطنا وخلصنا صار الحلو جاهز، شوفوا المعروك شطلع عجينته ناجحة وهيك لونه كتير حلو، هذا هون بالجبنة، هذا بالشوكولا، وهذا بالاختراع اللي بابا اخترعه، فهلأ بدنا ندوق ونشوف إذا طيب. وهون عنا السوس التمر هندي، وهلا رح نقعد وهيك نرتاح شوي
ونسهر وبعدها نروح ننام القهوة بعد الإفطار. بعد ما هيك أكلنا الحمد لله رب العالمين وصلينا وارتحنا نشرب فنجان قهوة كان صحصح ونفرج شوي على التلفزيون مع العيلة. وهلأ صار وقت السحور بعد ما نمنا وفقنا حطيت اليوم السحور معروك اللي زاد بعد الإفطار وشوية فواكه كراز فريز صحن لبنة سلقة بيض في لسه سمبوسك في لقم عصير البرتقان سوس تمر هندي يعني هذا هدوك شغلات يعني بردوا القلب وبخلوهم ما يعطشوا وما في أهم يعني السحور كتير مهم في السحور بركة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السحور بركة فكتير مهم واحد يتسحر بعد بيصوم نهار طويل فبينقات يعني وخصوصي اللي عنده شغل وعنده دوام ودراسة فالحمد لله رب العالمين هيك بكون قضينا الإفطار والسحور أول يوم رمضان وهيك بعد السحور لملمت أنا المطبخ وجليت ورتبت بشان في الصبح ما يكون عندي شيء الحمد لله رب العالمين وصلينا الفجر وهيك قرينا قرآن والحمد لله رب العالمين على النعم اللي أنعم علينا فيها وهلأ إن شاء الله تكونوا هيك استمتعتوا وانبسطتوا وشفتوا كيف قضينا أول يوم رمضان وبحب أودعكم وأقلكم تصبحوا على ألف خير يا رب.